بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب منزل القرآن فيه الهدى والنور الإنسان، سبحانه بجلاله ما أعظمه وبهديه وبيانه ما أحكمه، يدعو برحمته العبادة إلى الظفر بتدبر الآيات في كل الصور، فهو الطريق إلى النجاة من الزلل وهو الشفاء من المصائب والعلل. ثم الصلاة مع السلام على الرسول من بالكتاب أنار ظلمة العقول صلى الله عليه وسلم. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة تدبر القرآن الكريم، نعيش مع تأملات قرآنية وبصائر تدبرية مستخلصة من آيات الذكر الحكيم مستفادة مما كتبه السلف والخلف رضي الله عنهم أجمعين بقصد اتعاظ القلب وامتثال الجوارح. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يا رب اجعلنا منهم يا رب، لهم مغفرة وأجر ورزق ورزق كريم. أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يهدينا هداية الثبات والاستمرار على طاعته جل وعلا، فنحن بحاجة إلى الهداية بأنواعها الثلاثة: هداية البيان والإرشاد، وهداية التوفيق من الله تبارك وتعالى، وهداية الثبات. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأعنا يا رب تبارك وتعالى على هذه الجلسة الطيبة المباركة. ونحن الآن مع صفحة رقم 16، وهذه الآيات الكريمة فيها بيان لاشتغال اليهود بالسحر وسوء أدبهم مع أنبيائهم، حيث نسبوا السحر إلى سليمان عليه السلام، نسبوا إلى سليمان عليه السلام تعاطي السحر فبرأه الله عز وجل منه. وبيان أنه لا يقع في ملك الله عز وجل شيء من الخير أو الشر إلا بإذنه وعلم. فاليهود عليهم لعائن الله تبارك وتعالى، فهم مطرودون من رحمة الله عز وجل. هؤلاء نسبوا إلى سيدنا سليمان عليه السلام أنه كان يعني يشتغل بالسحر، وأن يعني كان يسخر الرياح، كانت مسخرة له والحيوانات وكل شيء كما ذكر الله عز وجل في كتابه. كل هذا أنه كان من السحر، فهذا اتهام باطل، وإذا ليس يعني إيه بجديد على اليهود، فقد اتهموا موسى عليه السلام: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، لما نسبوا كذلك إلى موسى من سوء الخلقة، وأن جسد به يعني عافانا الله يعني شيء مش كويس. الكلام المقطع الثاني من الآيات: ثم لما ذكر الله عز وجل سوء أدبهم مع أنبيائهم السابقين، ذكر هنا سوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده حالهم، قتل الأنبياء، سوء الأدب مع الأنبياء. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا، نهى الله عز وجل الصحابة الكرام رضي الله عنهم عن التشبه باليهود حتى في هذه الكلمة، وإن كان ظاهر اللفظ يعني ما فيهوش حاجة، ظاهر اللفظ يعني كلمة راعنا يعني اهتم بنا يا رسول الله، نحن بحاجة إلى سماعك وبحاجة إلى يعني فهم كلامك وهكذا، واشتياق إلى سماع النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى الله عز وجل، نهى الصحابة عن قولهم راعد، لا تقول راعد. فلما ذكر الله عز وجل سوء أدبهم مع الأنبياء السابقين، ذكر سوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومناداته باللفظ الذي يوهم السوء، ثم بيّن أن أهل الكتاب لا يحبون الخير للمؤمنين. قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني أنزل الله عز وجل الملكين هاروت وماروت بمكان اسمه بابل بالعراق عشان يعلموا الناس السحر، مش عشان ينشغلوا بالسحر، لا، حتى يتعلموا. يعني كقول القائل: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الخير وقع فيه. فنزل يعني هذان الملكان بأمر الله تبارك وتعالى، وما يعلمان من أحد، يعني بعد ما يعلمهم كده السحر، ان السحر دي الطريقة بتاعته، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا أشد أنواع السحر، وأكثر شيء بيرضي الشيطان اللي هو التفرقة بين الزوج والزوج. يعني وإحنا عارفين إبليس ينسب عرشه على البحر وبعدين يرسل سرايا،
كل واحد كده يجي له نهاية اليوم ان فضلت ورا فلان لحد ما قتل، التاني فضلت ورا فلان لحد ما سرق، التالت فضلت ورا فلان لحد ما فعل وفعل، لحد ما يجي بقى انا فضلت ورا فلان لحد ايه ما فرقت بينه وبين زوجته، يقول له انت قد، ويلبسه كده التاج. فاشد انواع السحر والتفرقه بين الايه المرء وزوجه. وبعدين وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، كل شيء بامر الله عز وجل في هذا الكون، ويتعلمون من ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. يبقى معنى كلمه تتلو يعني ايه؟ تحدث او تقرا. ببابل مكان ارض بالعراق، هاروت وماروت اسماء ملكين انزلهما الله عز وجل ابتلاء منه لتعليم السحر والتحذير منه. اشترى يعني اختاره، خلاق يعني نصيب. فمن البصائر والتاملات في هذه الايه الكريمه: بئس من استبدل بكتاب الله عز وجل كتب السحر والشعوذه، وان من اعرض عن الحق اشتغل بالباطل. انت لو ما شغلتش نفسك بالحق هتشتغل بالايه؟ بالباطل. فاشغل نفسك بالحق دائما، يعني حتى لا تنشغل هذه النفس بالباطل، هي كده كده هتنشغل، فاشغلها بالحق قبل ان تنشغل بالباطل. سبحان الله، تجد يعني كثير الان تلاقي شاب لسه صغير والكلام ده، ويروح يدور ويجيب كتاب اللي بيعلم السحر والكلام ده، ونسال الله عز وجل العفو والعافيه. وهذا يعني كثير جدا جدا في بلادنا، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. كذلك لا تعين الشياطين، لا تعين الشياطين إلا الأشرار الذين على شاكلتهم قولا وفعلا واعتقادا. فاحذر أن تحسن الظن بالساحر، واستعن بالله عز وجل وحده. اوعى تحسن الظن بساحر وتقول ده الراجل ده كويس بيخدم الناس او الكلام ده، الراجل ده فاسد، الراجل ده دجال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب إلى هؤلاء. يعني من أغرب ما سمعت، كنت بخطب خطبة الجمعة اللي فاتت في مسجد الحمد، وبعد الخطبة لقيت يعني واحد كده متزوج جاي بيسألني سؤال، بيقول يعني عافانا الله وإياكم زوجته مريض، وبعدين في مكان يعني إيه حساس، عافانا الله وإياكم. بيقول واحد من هؤلاء من الدجالين بيقول له إيه أنت تجيب، هو طبعا اللي شايف إن العلاج غالي عليه ومش عارف يقول كلام ده. قال له ما تجيبش علاج ولا تعمل، أنت تعمل إيه؟ تجيب جريدة عافانا الله وإياكم، والجريدة دي يعني إيه تحطها على المكان ده عافانا الله، وبعد ما تعمل كده تلمسها عن المكان الحساس، وبعدين تاخدها تحطها في المقبرة وتسيبها في المقبرة وتتابعها بين الحين والحين كده، تبص عليه وبطول ما هي لسه خضرة اللي ايه هي مش هتحس بوجع ولا الكلام، وبعدين اول ما تلاقي الجريدة دي نشفت روح غيرها وهات جريدة تانية واعمل الموضوع ده من تاني. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ده طبعا كلام دجل، كلام فيه شياطين وكلام فيه جن والكلام ده. وما هم بضارين بالاحد، هم بضارين ايه بإمن أحد الا باذن الله، إن احنا نلجا لربنا سبحانه وتعالى ونطلب من الله تبارك وتعالى ان يكشف الضر سبحانه وتعالى وحده القادر على كل شيء. يبقى كثيرا ما يروج كذلك اهل الضلال والفساد باطلهم بالنسبه الى بعض الصالحين وهم منه براء، زي ما نسبوا كده السحر لسيدنا سليمان. فلا تغتر بقولهم، فإن الحق أبلج وضياء الشمس لا يحجب بغربال. المفتون لا ينتفع بموعظة ولا نصح، مهما تنصح ومهما توعظه لا ينتفع، فتراه مسارعا إلى الموبقات، مبادرا إلى المنكرات، غير عابئ بتحذير ولا تنكر. أنت بتسمعه وبيسمع من هنا ويفوت من هنا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وديدا أهل الباطل في كل زمان ومكان السعي إلى نقد الروابط الأسرية والاجتماعية، فما أحرانا أن نشدها ونحكمها وننبذ ما يخل بها أو ينقضها. وإذا علمت أن السحر لا يضر إلا بإذن الله كما أخبر الله، أفلا نستعصم بشرع الله لنحفظ أو لتحفظ بأمر بإذن الله عز وجل؟ وطول ما انت محصن نفسك بتقول اذكار الصباح والمساء، محافظ على تلاوه سوره البقره، وليكن مثلا كل ثلاث ايام في البيت فيطرد الشيطان بامر الله عز وجل، محافظ على الاذكار الشرعيه والاذكار النبويه والكلام ده، انت في حصن حصين من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك النفع والضر سبحانه جل وعلا. ولا صله للسحر بانتظام المعاش ولا المعاد، فأن يكون فيه خير أو نفع إنه تحذير بليغ من تعاطيه ولو لفك سحر آخر، فإن الداء يكون هو الإيه الدواء. يعني كتير
مثلا من الناس، تبص تلاقيه يروح يلجأ للجماعة دولت عشان عايز يعمل له السحر، والسحر ده مثلا ايه اللي فلان او الكلام ده عشان عايز حاجة معينة، فيجي السحر ينقلب على صاحبه يتأذى هو طول عمره بسبب الشيء ده. فما بينفعش ابدا، ولا يقدم على السحر من له ادنى علم، بل ان الجهل خير من العلم الذي يجرئ على طاعات السحر. قال جل وعلا: ولو انهم امنوا وتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه واثابه، وهذه المثوبة عامة لخيرات الدنيا والاخرة، وقليل من ثواب الله تعالى في الآخرة الدائمة خير من ثواب كثير في الدنيا الفانية، فكيف وثواب الله تعالى كثير دائم. وهذا هو أول نداء في كتاب الله عز وجل، نداء الرحمن الوهاب المنان لأهل الإيمان سبحانه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. راعنا دي كلمة كان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم بقصد السب ونسبته إلى الرعونة. انظرنا يعني انظر إلينا، وتعاهدنا، فالكلمة الظاهر بتاعها ان هي كلمة ما فيش حاجة، لكن كانت عند اليهود في اللغة العبرية ان هي كلمة ايه قبيح، كلمة مش كويس. فنهى الله عز وجل الصحابة عن التشبه باليهود في مثل هذه الكلمة. وان المنع مما لا بأس به خشية ان يشتبه بما به بأس مسلك شرعي، وإن رعاية الأدب في الألفاظ من هدي القرآن، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة كده قال إيه يعني لما أقول الكلمة دي وخلاص؟ لا، هذه الكلمة فيها نهي من الله تبارك وتعالى. فإياك والكلمات المخالفة للعقيد. اوعى تقول مثلا إيه يعني لما أقول له والنبي فلان هات لي كذا معك، إيه يعني والنبي دي، نقول لك والنبي دي شرك، هو يسر يقول لا انا هقول النبي برضو، ايه يعني ما فيش حاجه، لو يقعد يتعمد كده والكلام لا حالف الا بالله عز وجل. كثير من الناس يتعمد يقول ايه يعني لما انا اقول له وشبكه العشره دي هنعمل كذا، هذا حالف بغير الله عز وجل. يقول ايه يعني لما اقول العيش والملح، كل طبعا الكلام ده، او احلف بالنعمه والكلام، طبعا يعني هذه كلها الفاظ مخالفه العقيده. فالمسلم ينأى بنفسه عن مثل هذه الالفاظ حتى لو كانت نيتك طيب. فالصحابة كانت نيتهم طيبة في الكلمة دي، ومع ذلك نهاهم الله عز وجل عن هذه الكلمة، كلمة راعنا. وإياك أن يجرك أهل الضلال إلى انسياق، إلى الانسياق وراء الألفاظ المشتبهة أنت تريد بها المعنى الحسن الصحيح، وهم يريدون بها المعنى الفاسد القبيح. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأحسن الاستماع للوحي بإحضار قلبك وتفريغه من الشواغل، وإذا سمعت فأنصت إنصات قبول وطاع. والانتقاص والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر يوجب لفاعله العذاب الأليم، ولو كان على سبيل المزاح والدعاب، حتى ولو كان بيهزر كده أو الكلام. إياك أن تنتقص من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تنتقص من شأن اللحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. إياك أن تنتقص من تقصير الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الثوب صلى الله عليه وسلم، وكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا تخدعنك المظاهر وتغرك الكلمات فتحسن الظن بمن يحاد الله ورسوله، فقد كشف الله عز وجل لك ما في نفوسهم فاحذرهم. ربنا فضحهم وذكرهم الله عز وجل بسماتهم في القرآن الكريم. ها قد علمنا ما يكنه الكفار للمؤمنين من عداوة وبغضاء، ألا فلنجتهد في مخالفتهم وترك التشبه بهم؟ فما أفلح من احتذى حذو أعدائه ولو في أكله وشربه. وفيه تنبيه على ما أنعم الله عز وجل به على المؤمنين من الشرع التام الذي شرعه لهم، وتذكير للحاسدين بما ينبغي أن يكون زاجرا لهم، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده، فلا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا على خير أعطاه الله عز وجل إياه. وبذلك تمت الآيات. نسأل الله عز وجل
السداد والتوفيق، وأن يهدينا الله تبارك وتعالى لما يحب ويرضى. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الصلاة على النبي المصطفى مع آله أهل التدبر والوفاء مع صحبه والتابعين المقتفى والمهتدين بهديه من صفى. ثم الختام الرحيم ألتجي أن يغفر الزلات هذا منهجي. وجزاكم الخير حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.